مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، كما تم توزيع مساعدات على عدد من الصم وضعاف السمع على هامش معرض المبادرة والمقام بإحدى الساحات باستاد القاهرة. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال المساهمة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية. لذا فقد وجهت الوزارة قوافل إنسانية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين الأولى بالرعاية في مناطق إقامتهم بمختلف المحافظات. تشمل تلك المساعدات عبوات تحتوي على سلع غذائية أساسية روعية فيها التنوع وبما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية المستهدفة من تلك المساعدات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم بخاصة في المناسبات المختلفة. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. وقد وجهت مديريات الأمن مأموريات إلى القرى والنجوع لتوزيع تلك المساعدات على المواطنين في أماكن إقامتهم وبما يضمن وصولها للمستحقين لها، في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها المجتمعي وتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. وعلى هامش فعاليات المرحلة 17 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فقد استضاف قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع بمعرض كلنا واحد المقام داخل إحدى الساحات باستاد القاهرة بجوار قاعة المؤتمرات، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لهذه الفئة. وقد تم إقامة احتفالية لهم وتوزيع هدايا عينية عليهم متنوعة تضمنت مختلف المعروضات داخل المعرض، وهو ما أشادوا به وبما تقوم به وزارة الداخلية للتيسير عليهم ودعمهم والتواصل معهم. اليوم أنا شفت كل الصم بدعم سيادة الرئيس مبادرة كلنا واحد، شكرا جدا ليه، هم كل الصم مبسوطين علشان قريب إن شاء الله شهر رمضان، فكل سنة وانتوا طيبين، وشكرا على دعمهم وكل الهدايا اللي الصم خدوها، شكرا جدا ليكم. انا مبسوطه جدا جدا لدعم وزاره الداخليه، انا قبل كده خدت مكنه من وزاره الداخليه واشتغلت بيها، وتاني مره احضر برضو لقاء مع وزاره الداخليه، مبسوطه جدا من الهدايا اللي انا خدتها، مبسوطه جدا النهارده ان انا كنت في مبادره سياده الرئيس كلنا واحد. ربنا يحفظ مصر وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا ليكم، شكرا. وبذلك تنوع مبادره كلنا واحد من اسهاماتها المجتمعيه والإنسانية لدعم ومساندة كافة فئات المجتمع في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق التواصل المجتمعي ودعم المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.